إلى خبر آخر، حيث نتابع أخبار مجلس الوزراء. وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لبحث إجراءات دعم وتحفيز صناعة الدواء. أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يهدف للاطمئنان على توافر أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة، وكذا وجود احتياطي آمن بها، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق المستمر مع البنك المركزي بشأن سرعة الإفراج عن المواد الخام والأدوية والمستلزمات الطبية، وأن تكون هناك أولوية لذلك على غرار الأولوية الممنوحة للمواد الغذائية الأساسية. وجه الدكتور مصطفى مدبولي بأهمية المتابعة الدورية لملف توفير الخامات والمستلزمات الطبية لمصانع الأدوية في مصر، وأن يكون هناك مخزون آمن لها، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار الحرص على توفر كميات كافية من مجمل المتطلبات ذات الصلة بالقطاع الطبي. اجتماع مهم جدا، لأنه يعني برضو ده مش شيء حديث عن مصر. لا طبعا، مصر في صناعة الدواء يعني بتحتل مكانة، ليها سمعة كمان حلوة. بالظبط كده، بدليل يا فندم أنه الناس كانت بتيجي من بره بتاخد الأدوية المصري. تمام، يعني مثلا حد عايش في بلد عربي، حد عايش في دول أوروبية. تمام، يعمل إيه؟ يجي ياخد الدواء عشان رخيص هنا، رخيص وله فعالية، وله فعالية. فكانوا بيجوا ياخدوا الدواء المصري. تمام، يمكن احنا جينا في فترة يعني ما عليناش قوي، لكن تدركنا ده بسرعة. تمام، وقدرنا نعمل ده. انا بقى ال- 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 الاجتماع اهميته في ايه؟ شوف حضرتك، اولا اجتماع رئيس الوزراء ويناقش هذه القضية، ده اجتماع بالغ الاهمية جدا جدا. نعم، جدا. وده أنا من وجهة نظري هو رد على كل الافتراءات والافتاءات ضد الدولة المصرية إن هي مش مهتمية بقطاع الدواء. بالعكس، زي ما حضرتك قلتي إن سمعة الدواء المصري في الخارج سمعة جيدة جدا جدا جدا. صحيح، جدا. وبالتالي إحنا عندنا مصانع أدوية 10 على 10، وزي ما حضرتك بتقولي الناس كانوا بيجوا يشتروا الدواء من مصر وياخدوهم. ليه بقى؟ لسببين. السبب الأول إن رخيص الثمن مقارنة بالأسعار في الدول العربية والدول الأوروبية أو الغربية. اتنين، إن هو جيد، يعني الدواء له فعالية وتأثير جيد. كون إن رئيس الوزراء في هذه الفترة يلتقي ويعلن تصريحات مهمة جدا في هذا الإطار، معناه إن مصر مش ساكتة على المسألة دي، بل بالعكس ده قال في تصريحاته جملة مهمة جدا جدا، إن إحنا بندي أولوية للدواء زي ما بندي أولوية للأكل والشرب، ودي مسألة في منتهى الأهمية. ده خروج المستلزمات والمواد دي عشان المشكلة اللي موجودة. مشكلة دي أولويات، دي أولويات ما فيش. نعم، فيها تهريج. نعم، زي ما إحنا بنجيب النقص عندنا من المواد الغذائية. نعم، إحنا هنجيب برضو مستلزمات الأدوية علشان المصانع اللي بتنتج الدواء في مصر ما تتعطلش، ما توقفش. وأعتقد إن المسألة دي مسألة في منتهى الأهمية، وده من وجهة نظري اسمه حماية للأمن المجتمع المصري. صح، ودي نقطة لازم نحط تحتها خطوط حمراء كتير قوي، يعني إحنا إن الدولة المصرية مش هتسيب قضية زي دي يعني الناس تقعد تتكلم فيها بشكل يعني مش مظبوط. لا، إحنا بنهتم بالدواء، لأن المرضى المريض مش هينتظر هيصبر وما يصبرش. لا، ده دواء لازم ياخد العلاج بتاعه، ودي مسألة مهمة جدا. وبالتالي الدولة المصرية حريصة كل الحرص على أن تدي لقطاع الأدوية أهمية زي أهمية الأكل والشرب، أهمية الغذاء. ودلوقتي أي حد بيروح أي بيجيب دواء، نعم ماشي، هو الدواء غلي. مش طبعا هنقول انه مغليش، لان التضخم ده نال العالم، التضخم كله نال العالم. ولما انا بتكلم على مستلزمات طبية او على الخامات، انا بطلعها بفلوس بدولارات، وسعر طبعا الدولار اختلف. طبعا، فدي شيء مفهوم. تمام، بس ده موجود. لا، ده اساسي، ده هو موجود. يعني حضرتك اي صيدلية الواحد بيروحها الدواء اللي عايزه بيلاقيه موجود بالفعل. صحيح. وبعدين رئيس الوزراء قال جملة مهمة جدا، ان احنا لازم عندنا احتياطي امن. صحيح، في هذه المسألة. هذا الاحتياطي الامن مهم جدا. ليه بقى؟ زي احتياطي المواد الغذائية، فالمسألة دي ما فيش فيها تهريج. صحيح، الدواء زي الاكل والشرب ما فيش تهريج. انا اتذكر، لو تتذكر معايا دكتور وجدي، حصلت في فترة كده أزمة أنسولين. نعم، الدولة انتفضت. طبعا الدولة كلها انتفضت، لازم تنتفض لأزمة الأنسولين. لا، حتى تم توافر الأنسولين بشكل كبير. أستاذة رشا، دي مسألة مهمة جدا، لأن ده
أمن قومي. صحيح. الحاجات اللي فيها أمن قومي ما فيش فيها تهريج. يعني لما رئيس الوزراء يقول بيخاطب البنك المركزي سهل الإجراءات وافرج عن المستلزمات الإنتاج للأدوية والكلام ده كله، ما بيهرجش. أنا مش بستورد أكل كلاب ولا أكل قطط، لا، ده أنا بجيب دواء، مستلزمات دواء، فدي ما فيش فيها تهريج. هناك أولويات لدى الدولة المصرية وبتعملها، وبتعملها بنسبة 100% وما بتتكسلش فيها، من بينها الدواء والأكل والشرب. صحيح. بمناسبة الدواء والأكل والشرب، أيضا الدولة انتفض، وسيادة الرئيس تحديدا لما حصل أزمة ألبان الأطفال. نعم، لو تتذكر، متذكر. والأنسولين زي ما حضرتك، والأنسولين وكان في مصنع دلوقتي موجود يتبع الدولة. تمام تمام. وأعرف ناس كتير عندهم أطفال بيقدروا يروحوا ياخدوا اللبن ببلاش، لا بسعر بسيط. فعلا ده صحيح، يعني بسعر لا يكاد لا يسقط. بص حضرتك، في أولويات لدى الدولة. صحيح. المصرية، الأولويات دي لدى الدولة المصرية منها الدواء. الدواء ده ما فيش فيه تهريج، وبالتالي الدولة زي ما حضرتك بتقولي بتنتفض في حال وجود أي خلل في هذه المنظومة. صحيح. وده مهم جدا. عشان كده أنا شايف لقاء وتصريحات دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في هذا الصدد، تصريحات مهمة جدا جدا، ودي بترد على كل الافتراءات. لأن احنا سمعنا في الفترة الأخيرة من الإعلام المعادي أن مصر ما بتهتمش بصناعة الدواء، وأن المرضى المصريين بيموتوا من نقص الدواء. الكلام ده غير موجود بالمرة، وده مش مظبوط. قالوا كده فعلا؟ اتقال. اه، والكلام ده غير مظبوط بالمرة. ده بيحلموا ولا وهم ولا خيال ولا ايه؟ هو في نوع من أنواع التشويه، يعني في نوع من أنواع التشويه، ونوع من أنواع يعني التطاول وقلة الأدب، زي ما عملوا ومحاولة إصابة المواطن بالإحباط، زي ما عملوا كده في فترة كورونا، وقعدوا يصوروا حاجات والناس واقفة في المستشفيات والمستشفيات طبعًا مش لاقية، وكان كلام عالي تماما الصحة. احنا صحيح. في أولويات لدى الدولة. صحيح. المصرية، من بينها لهذه الأولويات الدواء. صحيح. والدواء ده تحتيه خطوط حمراء كتيرة جدا جدا، ومصر بتنتفض زي ما حضرتك قلتي بمجرد الشعور بس ان هيبقى فيه أزمة، زي ما حصل في لبن ألبان الأطفال وزي ما حصل في الأنسولين. طيب.